بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الكيمياء. اليوم إن شاء الله درس بعنوان تفاعلات الأكسدة والاختزال، استمرارا لدرس تفاعلات المركبات العضوية. درس اليوم بعنوان تاني تفاعلات الأكسدة والاختزال. السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب يعني ايه أكسدة ويعني ايه اختزال؟ تعال نشوف يعني ايه أكسدة ويعني ايه اختزال. من تفاعلات الأكسدة والاختزال ممكن نحن نحول كثير من المركبات العضوية إلى مركبات أخرى عن طريق تفاعلات الأكسدة والاختزال. طيب يعني ايه كلمة أكسدة؟ يعني ايه أكسدة؟ شوف كده، أكسدة يعني ايه؟ يعني اكتساب أكسجين. يبقى كلمة أكسدة يعني اكتساب أكسجين، أو أكسدة يعني ايه تاني؟ يبقى الأكسدة معناها اكتساب أكسجين. طب هل في معاني تانية لمعنى كلمة الأكسدة؟ تعال نشوف يعني ايه الأكسدة برضه، يعني فقد هيدروجين. يبقى أكسدة معناها إما اكتساب أكسجين أو فقد هيدروجين. خدنا احنا قبل كده في الدرس الأول في الفصل الأول معنى كلمة الأكسدة بالنسبة للإلكترونات، وقلنا معنى كلمة الأكسدة يعني هي عملية فقد الإلكترونات. يبقى أنا عندي ثلاث معاني للأكسدة دلوقتي. المعنى الأولاني إن هو فقد إلكترونات، المعنى الثاني اكتساب أكسجين، أو المعنى الثالث وهو فقد الهيدروجين. يبقى دي معنى كلمة الإيه؟ الأكسدة. طيب هل ممكن الأكسدة تتم بدون اختزال؟ لو قلنا قبل كده أن الأكسدة والاختزال عمليتان متلازمتان، عشان كده لازم نشوف يعني إيه كلمة اختزال. الاختزال نشوف كده الاختزال معناه إيه. أول إحنا كنا هناك بنقول الأكسدة عملية فقد إلكترونات، هنا الاختزال عكسها عملية اكتساب الإلكترونات. طيب بالنسبة للأكسجين كنا هناك بنقول إيه؟ كنا هناك بنقول اكتساب أكسجين، لكن هنا بنقول فقد أكسجين. يبقى تتوقع كده بالنسبة للهيدروجين هيبقى إيه؟ يبقى بالنسبة للهيدروجين هيبقى اكتساب هيدروجين. يبقى الثلاث معاني برضه أو الثلاث تعريفات للاختزال هو إما أن نقول فقد أكسجين، يحدث فقد أكسجين، أو اكتساب هيدروجين. والمعنى اللي احنا أخذناه في أول الترم تمام هو عملية اكتساب الإلكترونات، عملية اكتساب الإلكترونات. طيب نشوف بعد كده مثال على تفاعلات الأكسدة والاختزال. المثال اللي احنا هناخده هو تحويل الميثان إلى ميثانول. ازاي نحول الميثان إلى ميثانول؟ طيب الميثانول ده بنستخدمه في ايه؟ الميثانول ده مذيب صناعي عام، يبقى مذيب صناعي، مادة أولية، وهو مادة أولية أيضا لصنع الفورمالدهيد وإستراط الميثايل. يبقى أنا عندي الميثان بنستخدمه كمذيب صناعي ونستخدمه كمادة أولية لصنع الفورمالدهايد واستراط الميثايل. طيب إيه اللي بيتم في تفاعل تحويل الميثان إلى ميثانول؟ ده عندي أول حاجة هون الميثان CH4، يبقى الميثان CH4. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الميثان أهو يحصل له عملية أكسدة، يبقى دي يعني العلامة بتاعت الأكسدة، أو كده داخل قوسين تمام. نشوف لما هيحصل أكسدة للميثان إيه اللي هيتكون عندنا. نشوف كده إيه اللي هيتكون، أيوه تكون هون الميثانول. يبقى هنا الأكسدة هنا بإضافة أكسجين أو اكتساب أكسجين، كل اللي إحنا عملناه ذرة الأكسجين أهي دخلت في هذا المكان ما بين الكربون والهيدروجين، يبقى هنا اكتسب أكسجين، يبقى كده تكون عندي الميثانول. وإحنا اتفقنا قبل كده إن الكحولات
بنضيف لها على اسم الألكان، أدي ذرة كربون واحدة يبقى ميثان، وأدي مجموعة هيدروكسيل اللي هي الـ OH يبقى اسمه ميثانول، يعني ضفنا الواو لام فيصبح اسمه الميثانول، يبقى ده ميثان ويحصل له أكسدة يكون لي الميثانول. نشوف بعد كده بعض تفاعلات الأكسدة والاختزال أيضا، إن أنا ممكن أحصل على الألدهيدات والأحماض الكربوكسيلية من الكحولات، أحصل على الألدهيد اللي هو آخره CHO، وأحصل على الأحماض الكربوكسيلية اللي إحنا قلنا قبل كده آخرها COOH من الكحولات، من الكحول اللي إحنا كوناه قبل كده. أدا برضو الكحول هون الميثانول أو الكحول الميثيلي اللي هو CH3OH. CH3OH ده هو لما يحصل له هون أكسدة. تعالوا نشوف هنا الأكسدة هتبقى بإيه. الأكسدة هنا بحذف الهيدروجين، معناها إن أنا هحذف هيدروجينة، تمام، بقى هيدروجينة من اللي على اللي هي اللي على الجزيء اللي هو بتاع الميثانول، ونشوف إيه اللي هيحصل لنا، إيه اللي هيتكون لي هذا المركب. يقوم يتكون عندنا هون، يبقى هنحذف هيدروجين، حذف هيدروجين يبقى أدا هيدروجين وهيدروجين، تمام، يديني الميثانال اللي هو الفورمالدهايد HCHO. يبقى هنا الأكسدة بحذف الهيدروجين، تمام، كونت لي الميثانال، يبقى من الميثانول حصلنا هنا على الميثانال. طيب الخطوة التانية إنه ممكن يحصل للميثانال ده هو أكسدة تانية، بس في هذه الحالة هذه الأكسدة بتتم باكتساب الأكسجين. طيب لما الأكسجين هنكتسب ذرة أكسجين هنا هيكون لي، تعالوا نشوف كده هيتكون إيه عندنا، يبقى هيتكون عندي هو حمض الميثان ويك، يبقى بنضيف أول إضافة أكسجين، يبقى هيبقى HCOOH اللي هو حمض الميثان ويك أو حمض الإيه؟ أو حمض الفورميك. يبقى أنا عندي هنا دلوقتي زي ما إحنا قلنا قبل كده إن أنا عندي ميثانول، الميثانول تمام بالأكسدة بحذف الهيدروجين بيديني ميثانال، باكتساب أكسجين، أكسدة باكتساب أكسجين يقوم يعطيني حمض الميثانويك أو حمض الفورميك. طيب هل كل الكحولات لما يحدث لها أكسدة بتدي نفس النواتج؟ احنا زي ما خدنا قبل كده ان عندنا نوعين من او اكثر من نوع من الكحولات، في عندك كحولات اوليه وفي عندك كحولات ثانويه. تعالوا نشوف متى نحصل على الكيتون من الكحول، امتى نحصل على الكيتونات من الكحولات. انا عندي كحول اهو، ما قلت لك لو قلت لك سميه لي الكحول ده هو هنسميه ايه، يبقى هيبقى اسمه بروبان، ده واحد اتنين تلاتة وعليه او اتش، يبقى اسمه اتنين بروبانول، يبقى اسمه ايه، اتنين بروبانول. اتنين بروبانول ده هو لما يحصل له اكسدة، اول صار له اكسدة لاتنين بروبانول يقوم يعطي لي على طول هو اكسدة بحذف المية، هشيل المية هنا بنشيل جزء مية يقوم يديني اتنين بروبانون. طيب اللي فاكر معايا المركب ده هو الاتنين بروبانون كان له اسم قبل كده اللي هو CH3COCH3، خدنا اسمه كان اسمه ايه، ايوه كان اسمه الأسيتون. طيب الأسيتون ده أو الاتنين بروبانون ده هو ألديهيد ولا كيتون؟ يبقى ألديهيد ولا كيتون أعرف منين؟ أعرف من مجموعة الكربونيل اللي موجودة عندي ده، هي متصلة بإيه؟ متصلة بذرتين كربون، أهي ده ذرة كربون الناحية دي ودي ذرة كربون الناحية دي أهي، يبقى إذا الناتج اللي عندي ده هو نشوف أهو، يبقى ده اسمه كيتون. يبقى الكحول الثانوي نحصل منه على كيتون. طب كحول ثانوي ليه؟ عشان احنا قلنا هنا مجموعة الهيدروكسيل على ذرة كربون ثانوية، ذرة كربون متصلة بذرتين كربون تانيين، علشان كده بنسميه كحول ثانوي. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى الحصول على الكيتون من الكحول، يبقى في الحالة ده هي انا بحصل على كيتون من الكحول. طيب لو انا عندي زي ما احنا بنشوف كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه ادا واحد اتنين تلاتة، يبقى اسمه بروبان، بس انا عندي مجموعة هيدروكسيل يبقى اسمه كده بروبانول. مجموعة الهيدروكسيل ده عند ذرة الكربون رقم كام؟ عند ذرة الكربون رقم واحد، يبقى اسمه واحد
بروبانول، الوان بروبانول. الوان بروبانول ده لما يحصل له عمليه اكسده بحذف الميه يقوم يعطيني ايه؟ تعالوا نشوف هيعطلنا ايه، هيعطلنا البروبانال. ايه الفرق بين المنتج ده هو والناتج اللي فات؟ ان انا عندي هنا ذره او مجموعه الكربونيل مجموعه طرفيه، لا مجموعه الكربونيل مجموعه طرفيه، يبقى انا عندي هنا مجموعه الكربونيل مجموعه طرفيه، وعلشان كده بنقول ان البروبانال ده اللي طالع عندنا، المنتج اللي طالع عندي ده اسمه بروبانال. يبقى انا عندي الوان بروبانول او الكحول الاولي، قلنا اولي ليه؟ علشان مجموعه الهيدروكسيل على ذره كربون متصله بذره كربون واحده بس هي دي، يبقى سميناه كده وان بروبانول. يحصل له اكسده بحس الميه يدينا البروبانال. طب البروبانال ده هو تبع ايه؟ يتبع ايه؟ يبقى البروبانال بيتبع، تعالوا نشوف كده البروبانال اهو، يبقى بيتبع الالدهيدات. يبقى اذا الكحول الاولي نحصل منه على الدهيد، يبقى الكحول الاولي نحصل منه على الدهيد، والكحول الثانوي نحصل منه على كيتون. تعالوا نشوف سؤال درس النهارده بيقول ايه. سؤال بيقول يتأكسد وان بروبانول او واحد بروبانول، تمام، ليكون عندي اجابتين، اما ان انا اقول يكون بروبانال، او اقول ان هو بيكون الدهيد، او يقول ان انا يكون ايه الدهيد. يبقى الوان بروبانول هيكون ليه؟ هيكون الدهيد. اما عندما يتأكسد الاثنين بروبانول يبقى هيديني عندي برضو اجابتين، اما ان انا اقول هيكون كيتون، او اقول ان هو اشوف الكيتون ده هو اسمه ايه، يبقى هيبقى اسمه اتنين بروبانون، اتنين بروبانون ده هو اللي هو الكيتون اللي موجود عندنا. والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله.